صدقوني قاعدة ملوكية قاعدة مال ملوك. أتمناكم ويانا هاي كان بوردري فالجو لطيف جدا، هواء نقي، نسبة الأكسجين أعتقد 100% يعني مو 99% 100%. شوفون هذه الطيور اللي بالكم حوالينا، طبعا 24 ساعة احنا هذا مطعم على ضفاف البحيرة، ينتقون بالصبح حطين ينتظرون رزق الله فيأكلون ويطعمون الطيور. إذا حالكم الحار وزرتوا أرمينيا تقدرون تتصلون بينا، رقم التليفون دائما معروض ويا تقاريرنا، وهسه راح اكتبه بالكومنت. اي واحد يحتاج اي عائله توصل ارمينيا يتصل بينا مرحبا صدر، نقدر ننظم لهم برامج، نقدر نرافقهم في جولاتهم السياحيه. لا توصل جروبات كثيره طبعا من مختلف الدول، احنا شغلنا اكثر شيء مع الدول العربيه. اكو جروبات توصل هنا بصراحه يحيرون شلون يطلعون يفترون ويتعرضون الى بعض الاختيارات قبل الاسواق او قبل الاشخاص، نحاول نكون صارفين لهم. اللي يحب يدخلوا يعني اللي يخليها على الله عليها تتصل في وحده تجيب المكان تحدد لكم السياره ومرشد سياحه تعرف اكو قسم يقول لك ماري مرشد سياحه والله، وإن شاء الله كل شيء يصير خير.